سبق أن خصصنا الحصة الماضية لمراجعة شاملة ودعم لكل دروس الوحدة الخامسة المتعلقة بالمجال السكاني. خلال هذه الحصة سوف نقوم بإنجاز فرض كتابي كتقويم لحصيلة دروسنا التي اكتسبناها خلال طيلة هذه المدة. ما زال الأمر يتعلق بالمجال السكاني والوحدة الخامسة بطبيعة الحال. النص الذي اقترح عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات هو كالتالي: نص الانطلاق الشجرة. في البداية من الضروري قراءة نص الوضعية التقويمية من بدايته إلى نهايته، وكذلك الشأن بالنسبة لمجمل الأنشطة المرفقة بهذا النص. نص الانطلاق الشجرة: بدأت شجرة صغيرة تنمو إلى جانب شجرة هرمة، وعندما اشتد عودها قالت مخاطبة الشجرة الكبيرة: علميني الحياة. فقالت الشجرة الكبيرة: اغرسي نفسك بالأرض، كلما تشعب منك غصن تشعب منك في الأرض 1000 جذر، لأنك كلما مذذت جذورك فيها صعب على أحد اقتلاعك. الجذور هي القلب، ومن دون القلب ليست هناك حياة. أنت الآن ضعيفة جدا أمام الإنسان، فهو أقوى منك كثيرا، إنه يملك الفأس وبه يستطيع أن يجعلك وقودا للمدافئ. لقد عشت كثيرا ومرت بي عواصف وحرائق، وقطع الإنسان كثيرا من عروقي وفروعي، وكنت كلما تعرضت لمصيبة ما انغرست أكثر في الأرض. فالجذور هي قلب الشجرة، والأرض هي الوطن. كلما تشبثت به أتيح لك أن تعيشي أكثر، ويجب أن تتعلمي وظيفتك كشجرة تثمر كل فصل وتواجه العواصف وتظل متشبتة بالأرض. إذا النص مأخوذ من كتاب لنتعلم الإنشاء للأستاذ إبراهيم شمس الدين. نبدأ بأنشطة هذا الفرد أو هذه الوضعية التقويمية. اقرأ النص نص الانطلاق قراءة متأنية، ثم أجب عن الأسئلة التالية بتركيز. أولا القراءة، سنبدأ بمكون القراءة. ومعلوم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن مكون القراءة فهو يضم كل العناصر المهارية التي سبق لك أن اشتغلت عليها طيلة الدورة أو طيلة السنة الدراسية، وهي التأطير والملاحظة والفهم والتحليل والتركيب. إذن هناك مجموعة من الأسئلة مرفقة بالنص تختبرك وتختبرك في هذه المهارات التي اشتغلت عليها وتدربت عليها خلال كل الحصص الدراسية. إذن نبدأ بمكون القراءة. وكما تلاحظون فإن مكون القراءة له نصيب الأسد من الجزاء، فنحن أمام تقويم جزائي يحدد مصيرك على مستوى الدراسة، فهو تقويم دراسي. 8 نقاط، يعني أن هناك أنشطة كثيرة لا بد من التركيز أثناء التعامل معها. بالنسبة للتأطير والملاحظة، حدد مما يأتي المجال الذي يندرج ضمنه النص بوضع علامة أمام الجواب المناسب، إما المجال الاجتماعي والاقتصادي أو المجال السكاني أو المجال الفني والثقافي. حدد نوعية النص بوضع علامة في الخانة المناسبة. سؤال أول نصف نقطة والثاني نصف نقطة. اشرح الكلمتين التاليتين حسب سياقهما في النص: اشتد عودها، تشعب، صغ أو صوغي الحدث الأساس في النص باعتماد أسلوبك الخاص. استخرج من النص. ننتقل الآن إلى أسئلة التحليل بعدما قرأنا أسئلة الفهم. استخرج من النص لفظتين أو عبارتين دالتين على المجال الذي يندرج ضمنه النص. نقطة واحدة: ما هي المبادئ التي يجب أن تتعلمها الشجرة الصغيرة من أمها الشجرة الكبيرة؟ نقطة واحدة:
حدد القيمة المتضمنة البارزة المحمولة في النص واستدل عليها بجملة منه، أي من النص القيمة البارزة، ثم الاستدلال من خلال النص. دائما نتعامل مع النص، النص يكون دائما حاضرا معنا ذهنيا وحتى تطبيقيا. عفوا، لننتقل إلى آخر سؤال من أنشطة مكون القراءة، وهو سؤال التركيب. وسؤال التركيب يحظى بنصيب الأسد على مستوى التنقيط. عبر عن وجهة نظرك في حدود 4 أسطر حول ظاهرة اعتداء بعض الناس على الأشجار كمكون أساسي من مكونات النظام البيئي. ننتقل إلى المكون الثاني، وهو الدرس اللغوي، وله كجزاء على مستوى سلم التنقيط 6 نقاط. السؤال الأول: اضبط بالشكل التام الكلمتين اللتين تحتهما خط في النص. لدينا هذه الكلمة جذور، وهناك الكاف، ثم ضعيفة. استخرج من النص الظواهر اللغوية التالية موظفا ما درسته من قواعد. سنستخرج اسم إشارة، ثم نبين دلالته، ونحدد المشار إليه، ثم الخبر المفرد نقطة ونصف نقطة، ثم نستخرج من النص أيضا خبرا عبارة عن جملة فعلية نقطة. صغ جملتين تتضمنان اسمين موصولين، في الأولى وقع مبنيا وفي الثانية وقع معربا. وضع خطا تحت جملة الصلة. إذن هنا على مستوى التركيب فيما يتعلق بالظواهر اللغوية التي سبق لك أن طبقت عليهما خلال حصة المراجعة وخلال حصة التطبيقات. حدد المبتدأ والخبر ونوع العلاقة بينهما في التركيب التالي: الأشجار صامدة في وجه ظلم الإنسان. نحدد المبتدأ والخبر ونوع العلاقة ما بين المبتدأ والخبر. لنصل إلى آخر مكون من مكونات هذه الوضعية التقويمية، وهو التعبير والإنشاء، الذي كان نصيبه 6 نقاط على مستوى سلم التنقيط. اروي بأسلوبك الخاص الخبر الذي تضمنته القصاصة المرفقة، مسترشدا بما تعلمته في مهارة الإنتاج الصحفي رواية خبر نقلا عن مصدر معين، وموظفا الظواهر اللغوية التي درستها في الوحدة الخامسة، وهي اسم الإشارة والاسم الموصول وأحوال المبتدأ والخبر وتطابقهما. لدينا في التعبير قصاصة بعنوان السياحة البيئية بالمغرب آفاق واعدة. هناك صورة طبيعية مرفقة بالقصاصة بهذا العنوان. ثم لدينا في الوقت الذي يتغير فيه المناخ تضطر الوجهات السياحية إلى التكيف مع مختلف التغيرات المناخية من أجل الإسهام في خفض انبعاثات الغاز الدفيئة، وتقدر مساهمة السياحة في الاحتباس الحراري للأرض بنسبة 5% من الانبعاثات. ومن المرجح أن يصل عدد السياح في العالم حسب المنظمة العالمية للسياحة إلى 1.5 مليار بحلول 2020، وهو ما يفرض إعادة التفكير في السياحة التقليدية واعتماد نموذج جديد أكثر مسؤولية، تكون ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وأمام هذا الواقع المناخي ينبغي أن لا تبقى السياحة الإيكولوجية، وهي أحد أشكال السياحة المستدامة، مجرد موضة، لكن يتعين أن تقدم أجوبة ناجعة لإشكالية الاحتباس الحراري. وليس من باب الصدفة أن يجعل المغرب الذي يتأثر مثل غيره بالانعكاسات التغيرات المناخية السياحة المستدامة في قلب استراتيجيته السياحية رؤية 2020، من خلال المراهنة على تحسين الكفاءات في القطاع عبر أرضيات التكوين وإجراءات توعية ودلائل الممارسات الجيدة. وتتميز هذه السياحة التي تتطلب انخراطا فعليا لمختلف الأطراف المعنية بغية تحقيق أهدافها كاملة برؤية بعيدة المدى التي تتبناها في جميع تفاصيل النشاط السياحي. ويرى الخبير في السياحة المستدامة حسن أبو طيب ضرورة وضع مقاربة لملائمة قطاع السياحة مع التغيرات المناخية. وأكد الخبير في السياحة المستدامة حسن أبو طيب لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الشركات والوجهات السياحية ينبغي أن تبدأ أولا بقياس بصمتها
الكربونية، ثم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال توعية المستخدمين والسياح. إذن بذلك نكون قد قمنا بمسح شامل وقراءة لمجمل الأسئلة المتعلقة بهذا الفرد. ننتقل الآن إلى التعامل مع الأنشطة المقترحة. نحدد مجال النص، لدي هنا ثلاث اختيارات، إما المجال الاجتماعي والاقتصادي والمجال السكاني والمجال الفني الثقافي، وهي المجالات نفسها المبرمجة في الأسدس الثاني. إذن واضح من خلال عنوان النص مؤشر الشجرة، ثم من خلال مجمل تراكيب النص أن الأمر يتعلق بمجال سكاني، فالأمر يتعلق بالمجال البيئي، والبيئة جزء أساسي لا يتجزأ من حياة الساكنة. حدد نوعية النص بوضع علامة في الخانة المناسبة. فالنص حكاية أو نص سردي بين شجرة كبيرة لها خبرة هارمة وشجرة صغيرة تطلب النصيحة، فكانت هذه التوجيهات من طرف الشجرة الكبيرة، فالنص سردي رغم أنه فيه بعض المقاطع الحوارية والوصفية، لكن المهيمن على النص هو السرد. اشرح الكلمتين التاليتين حسب سياقهما في النص. سبق أن شرحنا في حصة المراجعة العامة أن الشرح فيه أنواع، وهنا طلب منكم الشرح السياقي، أي حسب المعنى المقصود في النص، في نص الانطلاق. يجب أن أحسن تعاملي مع نص الانطلاق. اشتد عودها، سوف أبحث عن العبارة. بدأت شجرة صغيرة تنمو إلى جانب شجرة هرمة، وعندما اشتد عودها، اشتد عودها بمعنى كبرت. أنهينا أنشطة التأطير والملاحظة، والآن نحن في أنشطة الفهم الشرح السياقي. اشتد عودها بمعنى كبرت ونضجت، وصلت إلى مرحلة من النضج والكبر. تشعب، تشعب، كلما تشعب منك غصن تشعب منك في الأرض ألف جدر، بمعنى نما. تشعب بمعنى نما. ثم لدينا السؤال يتعلق بصياغة الحدث الأساس من النص. توجيه الحدث الأساس في النص، توجيه شجرة كبيرة نصائح إلى نظيرتها الشجرة الصغيرة بهدف مواجهة المصاعب المتمثلة في اعتداءات الإنسان على المجال الأخضر خاصة، اعتداءات الإنسان على المجال الأخضر خاصة. لننتقل إذن، هنا يراعى ضرورة الصياغة بأساليبكم الخاصة، كل تلميذ يحاول أن يكتب بطريقته الخاصة. توجيه شجرة الهرمة نصائح لنظيرتها الشجرة الصغيرة بضرورة تشبتها أكثر بالأرض كي تعيش بسلام ولزمن طويل، لأن اعتداءات الإنسان على الطبيعة صارت أكثر همجية وتعسفا. ننتقل الآن إلى أسئلة التحليل، ونصيبها من سلم التنقيط ثلاثة. نستخرج لفظتين أو عبارتين من النص تدلان على المجال الذي ينتمي إليه. قلنا إن المجال هو المجال السكاني، إذن ننتقل إلى أنشطة التحليل، استخراج لفظتين أو عبارتين تناسبان
مجال النص. وهناك عبارات متعددة كثيرة نقتصر على بعضها، كأن نقول مثلا الشجرة أو الشجرة الكبيرة، الأرض، الأرض هي جزء من البيئة، والبيئة عنصر أساسي من العناصر في المجال السكاني. ثم الشجرة البيئة الأرض، الجذور. نقتصر على بعض العبارات فقط، دائما نجيب حسب ما هو مطلوب منا، لا نتجاوز المطلوب. ما هي المبادئ التي يجب أن تتعلمها الشجرة الصغيرة من الشجرة الكبيرة، من أمها الشجرة الكبيرة؟ النص مليء بالتوجيهات والنصائح، لأن الشجرة الكبيرة هرمت ولها خبرة في الحياة، وخبرت اعتداءات الإنسان وظلمه وتعسفه على المجال البيئي خاصة، وبالتالي كان من الأفيد للشجرة الصغيرة أن تستفيد من هذه الخبرة، أن تستفيد من هذه الخبرة. إذن هنا لفظتان، الأرض الجذور هي القلب، الأرض هي الوطن. يجب أن تتعلمي وظيفتك كشجرة. ما هي المبادئ؟ إذن هناك مبادئ متعددة، أن تغرس نفسها أكثر في الأرض، أن تمدد جذورها الكثيرة في الأرض حماية لها من غدر الإنسان، حماية لها من غدر الإنسان، التشبث أكثر بموطنها الأرض، أن تفهم وظيفتها كشجرة تثمر وتواجه العواصف. نحدد القيمة المتضمنة المهيمنة البارزة في النص. إذن طبيعة الحال يجب تحديد القيمة بدقة. تتمثل هذه القيمة في صمود الشجرة كعنصر من عناصر الطبيعة في وجه اعتداءات الإنسان وتدخلاته غير الرشيدة والسافرة إزاء البيئة عموما. نستدل على ذلك من النص، أي نبحث عن عبارة أو جملة تعتبر بمثابة دليل على هذه القيمة. هناك اختيارات متعددة، يستحسن اختيار إحدى الجمل الآتية: وكنت كلما تعرضت لمصيبة ما بعثت جذوري أكثر في الأرض، أو عبارة: والأرض هي الوطن، كلما تشبثت به أتيح لك أن تعيشي أكثر. يجب أن تتعلمي وظيفتك كشجرة تثمر كل فصل وتواجه العواصف وتظل متشبثة بالأرض. إذن أختار جوابا واحدا لننتقل إلى سؤال التركيب، وهو المطلوب منا هو التعبير عن وجهة نظرنا في حدود 4 أسطر حول دائرة اعتداء مجموعة من الناس على الأشجار كمكون أساسي من مكونات النظام البيئي. كل واحد له الحرية والأريحية في اختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا، شريطة أن يلتزم بقواعد الكتابة في اللغة العربية، أن تكون التراكيب والجمل سليمة لغويا. إن ما تتعرض له الأشجار من استغلال الإنسان وبشكل مكثف يعتبر نوعا من الاختلال البيئي، حيث يفقدها توازنها الداخلي، ولذلك من حق الطبيعة علينا أن نحميها من التلوث والاستنزاف، فما أحوجنا إلى إحداث التوازن المطلوب بين مطالب الإنسان ومطالب الطبيعة قبل فوات الأوان. لننتقل إلى أسئلة وأنشطة الدرس اللغوي، ونصيبه أو نصيبها من التقويم 6 نقط. إذن هي نفس الأسئلة التي قمنا بها، أو تقريبا مشابهة للأسئلة التي قمنا بإجرائها خلال حصة المراجعة. إذن مجال الدروس اللغوية، أولا الشكل، شكل كلمتين: كلما مددت جذورك. اعلموا أن الشكل تمرير في الإعراب، مددت ماذا؟ جذورة، لأن جذورة مفعول به منصوب وهو مضاف، وهذه الكاف مضاف إليه. إذن قبل أن أحدد إعرابها أو شكل الكلمة لا بد من تحديد موقعها من الإعراب. أنت الآن ضعيفة، فضعيفة أتممت معنى الجملة. أنت الآن ضعيفة، فضعيفة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المطلوب منا أن نستخرج اسم إشارة و
وهو من الظواهر اللغوية التي سبق أن اشتغلتم عليها. إذا لدينا هناك هناك هنا للقريب وهناك للبعيد، دلالته للمتوسط المشار إليه. نعود إلى الجملة، توجد الجملة في الفقرة الثانية. وهي القلب كلما تشعب منك غصن تشعب في الأرض ألف جدرين، هي القلب ومن دون القلب ليست هناك حياة. فحياة هنا هي المشار إليه، حياة هي المشار إليه. لننتقل إلى استخراج الخبر المفرد، وهذا سؤال يتعلق بأحوال المبتدأ والخبر. إذن استخراج خبر مفرد، يمكنني أن أستفيد من جواب السؤال السابق. فلاحظوا هنا أن ضعيفة خبر مفرد، أنت الآن ضعيفة، فضعيفة خبر مفرد. ودرستم خلال حصصكم أنواع وأحوال المبتدأ والخبر. ثم المطلوب منا خبر عبارة عن جملة فعلية، عبارة عن جملة فعلية. دائما نعود إلى النص، النص يكون حاضرا معنا في الذهن وأيضا على مستوى التطبيقي لنبحث عن أين هو هذا الخبر. ومعلوم أن الخبر يتمم معنى المبتدأ. أنت الآن ضعيفة، إنه يملك الفأس. إن فهو ناسخ حرفي، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن. ثم يملك الفأس عبارة عن جملة فعلية في محل رفع خبر إن. إذن جاء الخبر هنا جملة فعلية، إنه يملك الفأس. هذه الجملة جملة فعلية في محل رفع خبر للناسخ إن. إذن جاء الخبر هنا جملة فعلية. ننتقل الآن إلى سؤال التركيب. المطلوب منا أن نصوغ اسم موصول جاء في الأول مبنيا، وسبق أن درسنا أن اسم الموصول متى يكون مبنيا؟ حينما يكون إما مفردا أو دالا على الجماعة، ها؟ وفي الثانية معربا. لاحظوا هذا الاقتراح، يمكنكم أن تصوغوا جملا أخرى: أحترم الذي يحافظ على البيئة. فالذي هو الاسم الموصول وهو مفرد، دلالته مفرد للمذكر، وصلة الموصول هي الجملة التي تليه: يحافظ على البيئة. بطبيعة الحال جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. الجملة الثانية المقترحة: فازت الجمعيتان اللتان تدافعان عن البيئة بمنحة لمشاريعهما التوعوية. لاحظوا هنا اسم موصول جاء مثنى، بمعنى أنه وقع معربا ويعرب إعراب المثنى. فازت الجمعيتان اللتان، ها؟ فاللتان هنا بدل، بدل مرفوع للمبدل منه اللي هو الفاعل الجمعيتان، ومرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. يمكنكم اقتراح جمل أخرى تتطابق مع قواعد الظواهر اللغوية التي درستم. ننتقل إلى الجملة الموالية وتتعلق بدرس التطابق ما بين المبتدأ والخبر. الأشجار صامدة في وجه ظلم الإنسان. المبتدأ هو الأشجار، نصف نقطة. صامدة هو الخبر. ثم لاحظوا هنا نوعية العلاقة بينهما، فالمبتدأ جاء جمعا لغير العاقل، لذلك جاء الخبر دالا على المفرد المؤنث، فتجوز المطابقة أو لا تجوز المطابقة. يمكنني أن أقول الأشجار صامدة أو الأشجار صامدات، فكلاهما صحيح. إذن هنا عدم المطابقة بين الخبر والمبتدأ على مستوى العدد. المبتدأ الأشجار، الخبر صامدة، نوع العلاقة بينهما عدم التطابق من حيث العدد. ننتقل الآن إلى التعبير والإنشاء. سبق أن قرأنا القصاصة، المطلوب منا أن نعيد
روايتها ولكن بأسلوبنا الخاص، فنحن ننتج خبرا ولكن بطريقتنا الخاصة. نجاح لا بد من العنوان، نجاح برامج حماية البيئة جعلت المغرب وجهة سياحية عالمية. هاد واو ميم عين وكالة المغرب العربي للأنباء. يعتبر المغرب من الوجهات السياحية 14 المطلوبة عالميا لما يتميز به من مؤهلات طبيعية مميزة تجعله مقصد العديد من عشاق السياحة الربيعية خاصة، وكذلك تقدمه البارز في مجال المحافظة على البيئة من خلال عدة برامج توعوية للجهات الرسمية المسؤولة عن هذا المجال، ناهيك عن الأوراش التربوية والتحسيسية الناجحة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، حيث تدعو وبإلحاح إلى إعادة الاعتبار للتوازن الإيكولوجي الذي يعيد للحياة بهجتها ورونقها، إيمانا من الجميع بأن تهاون الإنسان في حماية البيئة يهدد الحياة. لاحظوا هنا وضفت درس الجملة الإسمية، بأن تهاون الإنسان في حماية البيئة يهدد الحياة، فالخبر هنا جاء جملة فعلية، ويدمر الطبيعة كملك مشترك بين سكان العالم قاطبة. من خلال هذا النموذج يمكنكم صياغة نماذج أخرى من خلال البحث عن قصاصات وإعادة روايتها بطريقتكم الخاصة، شرط أن تلتزموا بضوابط الكتابة الإنشائية. للإشارة فقط، فإن هذه النقط الستة للتعبير والإنشاء تفصل على مستوى التقويم، تفصل نقطة للتقديم وثلاث نقط لاحترام عناصر المهارة ونقطة لانسجام عناصر الموضوع ونقطة أخرى للأخطاء الإملائية واللغوية ومقروئية الخط. أرجو أن تستفيدوا من خلال هذه الوضعية التقويمية الشاملة، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في حصة أخرى من حصص اللغة العربية.